اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 لـ 5. كل التليفونات هتنزل قدامكم على الشاشه. احنا لسه مكملين في حاجه العيد. النهارده هنعمل 3 أصناف لطاف جدا، في صنفين منهم من الشام. هنعمل البرازق اللي هو البسكوت اللي بيبقى رفيع خالص وناحيه منه سمسم، احيانا الناحيه الثانيه بتاخد اي نوع تاني من المكسرات خاصه الفستق، او تعملوه بالسمسم بس. هنعمل كمان مع بعض الغريبه الشامي اللي محشيه قشطه، وهنعمل بسكوت القرفه. اول حاجه هنعملها البرازق. عندي كوبايه سمنه متدوبه، مش سخنه لكن متدوبه. عندي كوبايتين من الدقيق الابيض، كوبايه من السكر البودره، وبعدين عندي رشه الملح. بعد كده هنخفق بياض بيض علشان نشيل الكوكيز نحطه فيه، او البرازق نحطها في بياض البيض ومنه على السمسم والناحيه الثانيه على الفستق. اعمل ايه بقى؟ اخد رشه الملح عشان ما فيش رشه ملح هناك، وهاخد كمان الويسك، وهروح هنا اقول لكم هنعمل ايه. طيب اول حاجه بسم الله هاخد هنا السمنة، وهاخد عليها السكر البودرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقلب كله مع بعضه. كويس قوي. اول ما احس ان السكر ما بقاش باين في السمنه هقوم منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ لا مش هعرف اعمل حاجه دلوقتي. ورشه الملح، ونزلت كده انا نص كميه الدقيق اهو. الدقيق بقى هينزل بالتدريج لحد ما ياخد عجينه متماسكه. الكوكيز والغريبه والبيتي فور واللانكشاير وكل الحاجات اللي احنا عايزينها تطلع بتدوب في البق، اول ما ابتدي انزل الدقيق ما بعجنش، بلم بس علشان ما تطلعش الحاجه بعد كده عندي ناشفه. الم كويس قوي، وعايزه العجينه تكون مش بتلزق في ايدي لكن في نفس الوقت ما تكونش عجينه ناشفه. يا صبا. الو صبا ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه حبيبتي؟ الحمد لله. امور يا صبا. انا كنت عايزه اقول لحضرتك انا خايفه اكون بزعل حضرتك. معلش انا مش سامعه صبا. قولي يا صبا تاني، معلش ما سمعتكيش. انا كنت بخاف، يعني لما كنت بكلم حضرتك كل يوم كنت بخاف ازعج حضرتك. حبيبتي ربنا يخليكي يا صبا، نورتيني يا صبا. بصوا اهو ما خدتش الدقيق كله فعلا، لانه كل نوع دقيق غير. فانا بالنسبه لي هي كده اول ما سابت ايدي ما بقتش بتلزق فيها اهو، واتلمت معايا كده خلاص اهي، ما نشفهاش بقى عن كده. طيب اعمل ايه بقى بعد كده؟ هسيب دي ترتاح هنا جنبي، وانتوا في البيت هتريحوها في الثلاجه. هاخد بوله بسم الله هحط فيها بياض، دول بياض بيضتين عليهم رشه ملح خفيفه قوي، ويسك، واضرب. مش عايزه مرنج ولا حاجه، بس طبعا عايزه البيض يبقى فاكك شويه، مش عايزاه يبقى زلال بيض، انا عايزاه فوم ابيض كده اهو. بس اعمل ايه بقى؟ اخد مقدار حسب الحجم اللي احنا عايزينه، واعمله كوره في ايدي، وبعدين اقوم ضغط عليه كده اخليه رفيع خالص. يا سلمى. الو سلمى ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اموري يا سلمى. انا بحب حضرتك قوي، وحضرتك اسم انا بحب حضرتك قوي، اسم حضرتك يجنن والله. انا حبيبت. بحب حضرتك قوي، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه. انا اول مره اشارك في البرنامج بتاع حضرتك، انا بحب حضرتك قوي والله. حبيبتي ربنا يخليكي، وان شاء الله ما تكونش اخر مره، وتكلميني كتير اهي.
واظبط الدنيا، بس انا عايزه اديها تعفير الدقيق، تعفيره واحده بس، حاسه ان هي مش عارفه اتحكم في شكلها قوي، وانا مش عايزاها تطلع شكلها مش مهندم يعني، فهديها معلش تعفير الدقيق كمان. هي طبعا لو انتوا حطيتوها في الثلاجه مش هتحتاجوا تعفيرة الدقيق دي، لانها هتطلع ساقعه ومتماسكه. الغريبه والبيتيفور برضو هندخلهم التلاجة شويه، بيفرقوا جامد قوي، ما بيحتاجوش بقى تعفيرة الدقيق اللي بنحطها احنا دلوقتي دي. ارجع تاني اظبط كده واشوف تمام ولا لا. اه بالظبط كده، تلف معايا اسهل، وبعدين اقوم عامله كده. انا بحبها رفيعه يا جماعه، وبحبها مقرمشه يعني غامقه، بحب اغمقها. وبعدين اخد من البيض، وبعدين انزل هنا، وبعدين ارفع واحط هنا، وهكمل الكميه كلها بنفس الطريقه اهي. طيب ممكن بقى طريقه اسهل، عشان انتوا عارفين انا ماليش طقطان قوي ان انا اقعد ايه اعمل خطوات كتير. هعمل هنا كده البرازق اهي، وممكن طبعا تفردوها وتعملوها بقطاعه، وهرصها هنا اهي كده اهي. طريقه سهله جدا، اسهل طريقه. كور واسيب مسافه عشان انا هفرد الكره دي على الصاج. كور على الصاج واسيب مسافات. هوريكم الطريقه الايه اللي انا بشتغل بيها في البيت، اسهل حاجه اهو للسرعه يعني. وبعدين اقوم واخده بايدي فرده العجين اهو، هافرد العجينه كده اهي بالسمك اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحبها وسط، في ناس بتحبها رفيعه، انا شخصيا بحبها رفيعه خالص، والحجم كمان اللي انتوا عايزينه. وافرد كده اهي، يا ندى يا اميره. وبعدين ابتدي لزق السمسم بقى. ازيك يا ندى؟ ازيك يا اميره يا حبيبتي، اخبارك ايه حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. مالك يا امورتي يا حبيبتي؟ لا حبيبتي اه خلاص بقى، يعني ايه اخر يومين رمضان دول انا لقيت وشك مش عاجبني. لا حبيبتي ربنا يخليكي، الله يسعدك يا رب. واخدين على الهزار حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. لا والله بس انا خلاص بقى ايه زي ما تقولوا كده البنزين خلص. اه لا تعبتي، ربنا يديكي الله يسعدك. ميرسي على كل حاجه بتعمليها. ميرسي على سؤالك وعلى اطمئنانك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. واقوم عامله كده يا جماعه، دي طريقة أسهل، وبس إيه تطبطبوا شوية زيادة كده عشان السمسم يدخل جوه القطع بتاعة البرازق وما يقعش بعد كده من عليها. تعملوا الحجم بقى اللي انتوا عايزينه أهو كده، وعلى الفرن. درجة حرارة قد إيه؟ درجة حرارة 180 190 200. أنا شخصيا هحطه على 200، وهحط فوق وتحت شغال الفرن، وهيقعد نقول 10 دقايق مش اكتر من كده، لان انا عاملاه رفيع خالص يعني مش متخناه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حاضر، حنية اهو، وازق البرازق دي هنا، ونطلع فاصل ونرجع نشوف اخبار البرازق ايه، ونبدا في الصنف اللي بعده. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا بقى نعمل الغريبه اللي بالقشطه دي. غريبه ممكن تعملوها من غير قشطه، بتبقى برضو عجينتها لطيفه جدا، مختلفه شويه عن الغريبه بتاعتنا. لا مش مختلفه خالص، هي برضو 1 2 3 ربع سكر، نص سمنه، 1 دقيق، او احنا هنا حاطين مقدار كبير، ف 2 دقيق 1 سمنه ونص سكر، رشه فانيليا، وبعدين عندي قشطة بلدي اللي هي وش اللبن اللي بتجيب من عند اللبان، وعندي قشطة علب مش مكتوبة يا هدى، القشطة العلب، وعندي بقى فول سوداني او
او فستق او ايا كان اي حاجه انتوا عايزين تستخدموها. انا هعمل ايه؟ هحط هنا الدقيق مع الفانيليا وفي معلقه سميد، انا قلت نسيت اقولها لكن هي موجوده في المقدار، اللي هي دقيق السيمولينا او الدقيق البسبوسه، وادي السمنه، يبقى دقيق وسمنه سميد وفانيليا، هضرب دول مع بعض ضربه، وبعدين انزل عليهم نص كوبايه سكر، بودره مش سنترفيش، وبعدين اوقف عشان مش عايزه اعجن، ابتدي الم بايدي المقدار ده كله لحد ما يبقى عجينه متماسكه زي ما انتم شايفين كده اهي. اول ما تتماسك بالطريقه دي اقوم حطاها على طول في الثلاجه، لازم تخش الثلاجه ساعتين، مش هتعرفوا تشتغلوا بيها. يعني احنا حاولنا قبل الهوا ان احنا نعملها وفي ساعتها نبتدي نشتغل بيها ونخبزها، لا مش هتعرفوا تشتغلوا بيها، فلازم تخش الثلاجه. هجيب بقى اللي انا مدخلاها الثلاجه، نسرين كريستين. يا كريستين مساء الخير يا اميره. مساء الفل، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، ميرسي على كل حاجه بتعمليها. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا كريستين. معلش ممكن تنزلي لي طريقه البرازق؟ ما لحقتش اخدها. حاضر عينيا هاخد العجينه اللي احنا مجهزينها من قبل ومسقعينها، ده شرط. هوريكم الاول بنعمل ازاي الحشوه، لاني انا برضو مجهزه من الحشوه. البرازق معاكي يا نسرين على الشاشه، ادي حته يا جماعه من القشطه. انا هعمل كريستين معلش بقى خلاص، بصوا النهارده وبكره حاولوا ان انتوا تركزوا معايا. معلقه من القشطه البلدي اهي هنا، هحط عليها معلقه من القشطه العلب. طبعا انتوا هتعملوا كميه كبيره، انا بس عشان مجهزه من الحشوه فيا دوبك كده اهو، وعجنهم مع بعض. ولازم ادخلهم الثلاجه، مش هينفع اشتغل بيها برضو، عشان كده انا مجهزه حشوه متسقعه عشان اعرف اشتغل بيها. انا عندي زحمه قوي ومش عارفه احط اي حاجه في اي حاجه، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. طيب تعالوا بس اغير الجلوفز ده عشان امسك العجينه على نظافه. يا ندى ازيك يا اميره. ازيك يا ندى. ازيك يا حبيبتي، وحشتيني جدا. الله يخليكي. وحلقه الطبليه كانت تحفه، وكنتوا انتوا الثلاثه يعني زي السكر بجد. حبيبتي ان شاء الله يكون يعني عجبتكم. يعني لازم بجد انتوا تعملوا برنامج لوحدكم، انتوا ما ينفعش تبقى حلقه واحده بس. ان شاء الله نعمل لكم حاجات مع بعض طول الوقت، يعني عشان يعني الناس كلها بتطلب الموضوع ده. شكرا يا ندى، ربنا يخليكي. انا مبسوطه جدا من ردود الافعال على الحلقه بتاعه الثلاثي المرح بتاعه طبليه العيد، وان شاء الله نعمل لكم واحده ثانيه كمان في العيد الكبير. بصوا يا جماعه، ساقعه متلجه اهي تحت ايدي، تعفير الدقيق بس عشان اعرف اشتغل، واخد منها مقدار واعفر القالب. انا مستخدمه القالب ده اهو، واخد العجينه في ايدي اهي كوره، هقوم حاطه صباع هنا وابتدي افتح الكوره دي اكني بعمل اسمها ايه اللي بنعملها بالطريقه دي، كبيبه. كبيبه كبيبه الشامي اهو. وبعدين اقوم واخده من الحشوه اللي انا مجهزاها ومجمداها هنا، وممكن تكونوا انتوا اصلا عاملينها كور، وهبتدي اقفل العجينه بتاعه الغريبه والفها في ايدي، وبعدين اقوم واخده القالب حاطه فيه العجينه وبالراحه خالص، ضغطه بسيطه يدوبك عشان ياخد الشكل، وبعدين هقوم حطاه على الصاج اللي عليه ورق زبده على درجه حراره 200 في الفرن، تحت وفوق شغالين لمده 10 دقائق، هتكون الغريبه عندنا جهزت. يا ريم
الو ريم ازيك؟ انا بحب حضرتك قوي. حبيبتي انا كمان بحبك قوي. مور يا ريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا. بيتزا؟ حاضر، نزلوا لنا طريقه البيتزا لو سمحتوا. واخد دي بحذر كده، طبعا التكييف عندنا هنا يعني احنا انصهرنا الاضاءه قصدي، والعجينه كمان عندي ما لحقتش ايه تجمد زي ما المفروض. خلينا نعملها بايدينا احسن ونحطها هنا في السوق، وهكذا هكمل الباقي بنفس الطريقه كلهم، وهخبزها زي ما قلت لكم على درجه حراره 200 مده 10 دقائق. بس خلوا بالكم ان الغريبه اللي بالقشطه بتتحط في الثلاجه، ما بتتسابش بره، لان طبعا القشطه هتبوظ خاصه في الحر اللي احنا فيه ده. فاللي هيعمل يعمل كميه قليله وما يخزنهاش بره مع الكحك والبسكوت والغريبه العاديه، لازم تخش الثلاجه تتكيس وتدخل الثلاجه، او تتحط في علبه وتدخل الثلاجه. والجو حر قوي ولا انا اللي حرانه ولا ايه؟ مش حرانين؟ ده مقفول خالص. ليه كده يا ترى؟ ليه يا ترى؟ طيب الغريبه اللي بالقشطه بتبقى كبيره، ما بتبقاش زي الغريبه برضو العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها صغيره خالص، لا الغريبه اللي بالقشطه بتبقى كبيره شويه. بس هتعجبكم قوي، مختلفه احنا مش متعودين عليها في مصر، او انا صراحه ما كنتش اعرفها او ما كنتش سامعه عنها، عرفتها في المحلات اخواتنا السوريين، فمش عارفه الصراحه اذا كانت هي موجوده عندنا في مصر ولا لا، يعني احنا مش عارفه. فين بجد؟ وبتبقى محشيه ولا معجونه بالقشطه؟ لا البرازق معروفه عندنا، هي برضو شامي بس معروفه عندنا، لكن الغريبه اللي محشيه قشطه لا انا ما شفتهاش برضو قبل كده، يعني ما شفتهاش غير عند اخواتنا وحبايبنا المحلات السوري لما فتحوا في مصر، فاعتقد ان هي مش حاجه معروفه قوي عندنا. اخر ملحوظه بقى عايزه اقولها لكم، ان انتم ممكن تنكهوا القشطه دي يا جماعه، بتحطوا لها حبهان، تحطوا لها ميه ورد، ميه زهر، تحطوا لها مستكه، هتبقى لطيفه قوي لو اتنكهت برضو كده. احنا بنجهز الايه الغريبة علشان تدخل الفرن، ويبقى كده ايه فاضل لنا البسكوت بتاع القرفة. يفضل طبعا ممكن القشطة دي تبقى محطوطة في كيس حلواني مثلا ومن غير تب، عشان يبقى سهل ان انتوا تحشوا من غير ما القشطة تبهدل ايديكوا وبعدين تيجي على الغريبة، لان احنا مش عايزينها تيجي على عجينة الغريبة من بره. ومعايا الدقيق جنبي او السكر البودره، في ناس بتعملها بالسكر البودره، بس انا بحب استخدم الدقيق اولا لانه بيمسكها شويه، ثانيا لانه انا مش عايزاها مسكره قوي. ونقفل كده، وزي ما قلت لكم بقى درجه حراره 200 لمده 10 دقائق. هي التليفونات ايه يا هدى المشكله؟ انتوا عايزين فاصل؟ طب يلا تعالوا نطلع فاصل، اكمل انا بقيه الصاج وترجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب عملنا البرازق، عملنا الغريبه اللي بالقشطه هتعجبكم جدا ان شاء الله، وهنعمل دلوقتي مع بعض البسكوت بتاع القرفة. عشان نعمل بسكوت القرفة عندنا كوباية ونص من الزبدة، عندنا كوباية من السكر بيكنج باودر، بيضتين، 4 معالق كبار من القرفة، و4 كوبايات من الدقيق، وهجيب رشة الملح برضو علشان ما انساهاش. وبرضو البسكوت ده بيتعمل ولازم يخش التلاجة يهدى علشان نعرف بعد كده نشكله ونستخدمه ويبقى أحسن كتير. فأدي رشة الملح على الدقيق، هحط معاها البيكنج باودر، وهحط هنا أول حاجة الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، معاها السكر البودرة، معاهم القرفة
اشغل وهنزل البيضتين ودول شغالين، وبعدين ابتدي انزل الدقيق بالتدريج. بسم الله. بيضة التانية، اوقف انزل نص كمية الدقيق مع رشة الملح والبيكنج باودر الاول مع جنش بقى كتير علشان البسكوت ما يطلعش معايا ناشف. سرعة اقل، نشغل كده ونشوف الدنيا هتحتاج ايه، والدقيق معايا اهو لحد ما العجينة تظبط معايا. هقوم مكيساها ومدخلاها التلاجة ساعتين. لحد ما تلم وما تبقاش بتلزق. هو المقدار كده كله مظبوط. وبعدين زي ما قلت لكم هحطها وادخلها التلاجة لمدة ساعتين. هتطلع بالشكل ده اهو. هحطها ما بين ورقتين زبدة وابتدي ان انا افردها. هفرد العجينة سمك قليل مش كبير قوي، لان انا بعد كده هحط عليها واحدة تانية علشان احط في النص مربى، فمش عايزة السمك يبقى كبير قوي في الاخر واحنا بناكل نبقى كأننا بناكل ساندوتش مش بناكل بسكوتة. وبعدين هجيب قطعتين، واحدة أصغر من واحدة بحوالي مقاسين أو ثلاثة. هاخد للقاعدة بتاعة البسكوت القطعة الكبيرة، وللفوق واحدة كبيرة وجواها واحدة صغيرة، وبعدين هحطهم في الفرن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق. هيطلعوا لي بالشكل ده، يعني ده الشكل اللي هيدخل الفرن على درجة حرارة 200، الرف اللي في النص فوق وتحت شغالين لمدة 10 دقايق، وده الشكل اللي هيطلع من الفرن. هقوم جايبة معلقة وهاخد مربة مشمش هحطها في النص هنا عند البسكوتاية الكاملة، وهجيب البسكوتاية اللي اتخرمت من النص وادوس عليهم كده. ناخد واحدة كمان اهي مربى، وبعدين احط دي هنا، بس لا يعني عايزة شوية مربى اكتر من كده شوية. ممكن بس ممكن بدل المربى تحطوا صوص كراميل تقيل، او تحطوا شوكولاته سايحه بيضه او سودة وتقفلوا برضو بيهم. يبقى كده احنا عملنا مع بعض. تعالوا بقى نروح هناك الغريبه اللي بالقرفه، وعملنا البرازق، وعملنا كمان البسكوت اللي بالقرفه. دي الغريبه اهي اللي في النص، وده البسكوت اللي بالقرفة، واللي ناحيتي ده البرازق. يا ندى. ندى ازيك يا ندى؟ شكرا يا ندى، كلميني تاني. افكار لطيفة وسريعة وظريفة. تعالوا نحط شوية فستق عند الغريبة. يا سلمى ازي حضرتك؟ ازيك يا سلمى؟ معلش كنت عايزه بس طريقه البسكوت بالقرفه تاني عشان ما لحقتش. عينيا لو البسكوت العادي يا ريت. عينيا احنا هنرجع من الفاصل
هنراجع كله بالمقادير. ممكن يا استاذ حلواني نراجع بالمقادير لما نرجع؟ اشكرك جدا. احنا ان شاء الله هنرجع من الفاصل، احنا خلصنا شغل خلاص، مدين شويه وقت للمراجعه عشان نقدر ننزل لكم المقادير مره كمان، وحتى الحاجات اللي احنا عملناها الايام اللي فاتت اللي هنلحق منه ننزله هننزله برده عشان يبقوا عندكم ايه المكتبه كامله. يلا تعالوا نطلع فاصل بقى لحد ما انا ادخل البسكوت الفرن ونرجع من الفاصل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب حاجه العيد عملناها، عملنا النهارده بسكوت القرفه، وعملنا الغريبه اللي محشيه قشطه، وعملنا كمان النهارده البرازق. طيب تعالوا بقى نراجع مع بعض واحده واحده كل الحاجات اللي احنا عملناها في العيد عشان كل الناس اللي لسه هيعملوا واللي فاتهم حاجه يقدروا ان هم يصوروها بالموبايل. ومعاكم البرازق اهي على الشاشه، وانا يعني مبسوطه جدا جدا زي ما بقول لكم كل يوم ان في ناس لاول مره اتجرأت وبدات تعمل الحاجات، والحمد لله بتظبط معاها. ولما بيبقى في اسئله بيقولوا لي، واحنا بنراجع الحاجات هتنزل لكم كده بالترتيب. عايزه اكد انه المقدار لو انتوا لاول مره بتعملوه لازم تعملوا نص مقدار بس او ربع مقدار علشان الحاجة ما تبص منكو، تجربوا اتنين الاول وبعدين تبتدوا تكملوا. ودايما الحاجة اللي بتنزل في الاخر سواء كانت دقيق او سائل حسب الوصفة تنزل بالتدريج عشان نظبط الدنيا. اول حاجة شفناها مع بعض البرازق، هننزل ايه دلوقتي يا هدى؟ يلا وبسكوت القرفة اللي عملناه مع بعض النهاردة انا وانتو في الفاصل، اديته كده شوية سكر بودرة علشان الشكل، والسكر ده هيهدى دلوقتي كده ومش هيبقى كل الكمية دي، فيدوبك كده يبقى لطيف وقت التقديم. وقفلناه بمربة المشمش. وده مقدار البسكوت مش مقدار سابلية يا جماعة عشان الناس ما تتلخبطش، المقدار مختلف. بعد كده عملنا مع بعض غريبة القشطة اللي حشيناها بالقشطة البلدي مع القشطة العلب، هتعجبكم جدا ان شاء الله، ولطيفة قوي سكرها مظبوط جدا. وانا قدمتها بشوية فستق، طبعا دي حاجات اختياري انا بس عشان التصوير والالوان. ممكن بس نشيل من الوصفة فول سوداني. وقلنا لكم معلقه السميد دي هي معلقه دقيق سيمولينا او دقيق بسبوسه، بس ده دقيق ناعم مش دقيق خشن. دول الحاجات اللي عملناها النهارده. قبل كده كنا عملنا البيتي فور وعملناه بالشوكولاته وعملناه بالفانيليا، قفلناه بالمربى وقفلناه كمان بالشوكولاته السايحه سواء كانت السوداء او البيضه، والناس اللي جربته عجبهم جدا. انا شخصيا ما باكلوش بالمربى خالص. وبعد كده عملنا شويه جرنش بالشوكولاتات السايحه والسبرينكلز المتنوعه. بسكوت اللانكشاير عملناه برضو السنة دي أبيض، عملناه بالكاكاو، عملناه بالألوان أخضر وأزرق، وقفلناه بالمربى ونزلناه برضو في السبرينكلز وقدمناه زي ما انتوا شايفين كده. الكحك المصري عملناه بالطريقة التقليدية تماما، حشيناه بالملبن، حشيناه بالمكسرات، حشيناه بالعجمية، وحشيناه كمان بالعجوة. وقلنا ان اهم حاجة معلقة السمنة اللي جوه، قلنا السمنة لازم تبقى سخنة وهي نازلة على الدقيق، مش لازم تبقى مقدوحة ولا حاجة بس لازم تبقى سخنة عشان تحمص لي الدقيق وريحة الكحك والسمسم وتديني ريحة الكحك وطعمه بتاع زمان. قلنا كمان ان السائل بيكون نص كوباية من اللبن او المية، والسائل ما بيزيدش عن كده الا لو احنا عايزين الكحك يبقى مش ناعم بيدوب دوب، كل ما احنا عايزينه اخشن كل ما نزود له السائل بتاعه.
عملنا كمان بسكوت البرتقال، وقلت لكم البسكوت ده هو البسكوت اللي احنا بنجيبه من الفرن اللي بيبقى هش من جوه وطري، مش البسكوت اللي هو زي بسكوت القرفة او السابليه اللي هو بيقرش او اللي هو بيدوب في البق، لا ده البسكوت اللي بتحسوه من جوه عامل زي شوية اكنه عيش او اكنه كيك، طري جدا من جوه. شكرا استاذ حلواني، وشكرا للشباب على الصوره الرائعه اللي احنا شايفينها على الشاشه، متشكره جدا، تسلم ايديكم. عملنا بعد كده الشكلمه، والسنه دي عملناها باللبن المكثف المحلى، ولطيفه جدا زي ما انتم شايفينها كده، تقدروا تعملوا منها احجام كتير وتقدروا تعملوا اشكال كتير، يعني مش لازم تبقى مدوره، بس هي الشكل التقليدي بتاعها هو الشكل المدور. عملنا كمان انا مستنياهم يخلصوا ويقولوا لنا هينزلوا ايه بعد كده عشان ما لخبطهمش. دي الشكلمة اللي هي بجوز الهند، وعملنا المنين اللي بالعجوة والشمر واليانسون، عملنا منه سادة بشمر واليانسون بس، وعملنا منه بحشوة العجوة كمان، وده بيسموه منين او بيسموه قراقيش حسب المحافظة وحسب المكان اللي بيباعها او المنطقة بتسميها ايه، يعني هما الاتنين منتج واحد، وده بيبقى مقرمش ولطيف جدا مش طري. اخر حاجة بقى عملنا الغريبة، لا هو ما اللي حصل طيب عملنا الغريبة اللي بالصنوبر دي عملناها بالحبهان، اللي جمعها عملناها بزبدة الفول السوداني، عملنا التقليدية اللي بالفانيليا اللي أنا بحط لها قرنفل، عملنا اللي بالشوكولاتة، عملنا شوكولاتة وفانيليا مع بعض، عملنا ميكس ألوان مع بعض، وعملنا ببصمة الكاكاو، عملنا بالمربى، عملنا بالشوكولاتة القابلة للدهن، يعني السنة دي احنا دلعنا الغريبة على الآخر. دي كانت وصفاتنا للنهاردة وأفكارنا، ودي كانت وصفات الأسبوع للعيد. لسه مكملين معاكم بكرة إن شاء الله في وصفات لطيفة جدا برضو للعيد، عندنا البسكوت اللي باليانسون، وعندنا حاجات تانية كتير إن شاء الله تعجبكم. بتمنى تتابعونا يوميا من 4 لـ5 على الهواء، إعادة الساعة 10:30 بالليل. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا طبعا، سواء CBC سفرة أو السوشيال ميديا بتاع أميرة شنب على الإنستجرام، أو أميرة شنب برنامج أميرة في المطبخ على الفيسبوك، عشان برضو تشوفوا كل الحاجات اللي فاتتكم، ولو عندكم اي اسئله وانتم بتعملوا الحاجه في البيت. رمضان كريم، رمضان يحب الكرم ويحب التهادي، فتهادوا تحبوا، ما تنسوش تزودوا طبق على الفطار وطبق على السحور وطبق من حاجه العيد. رمضان كريم.